صباح الهنا والخير، وكان نفسي اقول النصر بصراحه بس هكتفي النهارده بالخير. حلقه جديده وبدايه الاسبوع و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. صباح العسل، كلنا كنا مستنيين نسمعها منك النهارده. بس للاسف الظاهر مش مكتوبه لنا، وكانت ليها بشاير كتير من قبل كده، وهنتكلم طبعا مع حضراتكم بالتفصيل. صباح الفل عليكم واهلا بيكم جميعا، وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد هنتكلم من خلالها عن كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وبالرياضه المحليه والعالميه، ولا سيما منتخبنا اللي هنبتدي الكلام عنه. بس الاول نعرف حضراتكم عن الجزء الثاني من حلقه النهارده. ان شاء الله كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون يعني عن بطوله بلاك بول للسكواش، وثاني فقرتنا هينورنا ويشرفنا من خلالها كابتن اسامه عرابي نجم النادي الاهلي السابق. بص، احنا هنتكلم اكيد يعني مع كابتن عرابي عن كل حاجه قلقانه، ولكن برضو في كلام كده لازم نبدا بيه. يعني من بدايه اصلا البطوله كريم واتقال، وكنا عارفين ان هي الى حد كبير احنا بنجرب، احنا زي ما بيتقال كده ممكن تحسبها ماتشات وديه، كلام جميل جدا. بس في نفس الوقت وانا بشوف ماتشات وديه انا عايز اشوف تشكيل، انا عايز اشوف اللعيبه في اماكنهم، انا عايز اشوف اداء على الارض يمتعني، لان ده مقلق جدا. يعني في البعض يقول لك معلش تجربه وهنشوف، وكيراش اكيد حاطط خطه واكيد عامل بلان احنا مش شايفينها. احنا فعلا مش شايفينها والله. صدقتي يا ست الكل، صدقت صدق القول فعلا. لكن لا، خلينا نقول يعني الموضوع اكيد اكيد مقلق جدا. نتمنى نكون احنا غلطانين، نتمنى يكون في حاجه لسه متحضره لنا احنا مش شايفينها. ولكن معلش خلينا نروح برضو للجزء الايجابي ولو حتى كان صغير. فكره هنا برضو يا كريم ان انت دخلت عناصر جديده وجديده جدا، دي حاجه كويسه تحسب برضو بصراحه لكيراش، وناس كمان اثبتوا نفسهم. يعني اتكلم عن احمد رفعت، محمد عبد المنعم وغيرهم، الناس دي فعلا قدروا لما خدوا الفرصه استغلوها صح كويس. بس الناحيه الثانيه انت برضو يمكن دمرت نفسيه بعض اللعيبه، يعني في لعيبه نفسيا اتدمرت. فانت دلوقتي داخل على افريقيا، حلو جدا، طب انا داخل انا مستعد، طب الهارموني والتالف ما بين اصلا اللعيبه، هل ده احنا شفناه ولا لا؟ بصراحه ما شفناهوش. ده في البطوله العربيه، هل ده هيتم القضاء عليه في البطوله خلاص اللي جايه ونتكلم على افريقيا؟ ده سؤال. طيب السؤال الثاني، هو لازم اصلا يعرض القائمه قريب، 23 لاعب بقت دلوقتي 28 لاعب. طيب يعني عايزين برضو نعرف ال 28 دول هيتم اختيارهم على اي اساس؟ وفي نفس الوقت انت بالنسبه لمحمد شريف وقفشه، طب هل هم برضو هيستمروا؟ يمكن الماتش الاخير هو لعب كل واحد في مركزه الى حد كبير، ولكن برضو احنا عايزين نشوف اللي آخر جاي. اخر 3 دقايق بالنسبه لقفشه، لعب في مركزه اخر 3 دقايق من مباراه كان فيها شوطين اضافيين. فعلا بلاي ميكر ولا ديفندر؟ طب هو محمد شريف وينج ولا مهاجم؟ يعني ما حدش ولا حارس مرمى ولا ايه الوضع؟ ده اللي ناقص. على كل حال خلينا نبدا كده، وبرده نروح لموضوع اعتقد في غايه الاهميه. وفكره هنا يا كريم برده فصل الانتباه، لان ده بصراحه شيء مش لطيف ابدا. يعني انا هستخدم لفظ مش لطيف علشان احنا يعني ايه بنسى بنبدا اليوم، لكن بجد حاجه مش كويسه. فكره هنا انت لازم تفصل الانتباه وانت بتشجع منتخب مصر، ده امر اعتقد في غايه الاهميه. يعني انا يا كريم ايه اهاجم لاعب عشان ضيع فرصه او جاب هدف مثلا في نفسه؟ ودي بتحصل على فكره، ما نبررهاش بس بتحصل. لما نيجي تتكلم بقى عن هنا تحديدا ماتش مصر وتونس طبعا اللي حصل، يعني طبعا اوكي تمام حاجه مش حلوه، لكن في نفس الموضوع انت ما ينجيش، ما ينفعش تيجي تقول اصل هو بينتمي لنادي معين. أصل الموضوع كده تحول فعلا يعني حاجه غريبه جدا، احنا مش عايزين ده يبقى عندنا، مش عايزين نشوف المشاهد دي، بجد حاجه مش حلوه ومش ده اللي احنا متعودين عليه. يعني انا ما اعرفش زمان لما كنا بنتكلم في منتخبات مصر ما كانش حد بيبص انت من انهي يعني توجه او انهي نادي او محسوب على ايه. فنتمنى فعلا الفكر ده يتغير، لان ده مهم جدا. برده هروح انا مش هتكلم برده في شكل سلبي، بس الشق الايجابي الجميل شفنا قد ايه كان في جماهير محترمه، شفنا قد ايه كان في اعمار مختلفه. لكن طبعا الحزن في الاخر، يعني امر طبيعي ان انت لما تبقى الرابع دي حاجه يعني كنا نستحق احسن. عارف لما انت تبقى عارف انك تستحق احسن يا كريم، فهو ده اللي بيحزن. دي المشكله اصلا، دي المشكله، وده اللي كنت بقوله لك من اول. فاكره من اول ماتشين بتوع ليبيا لو تفتكري، كنت انت بتقولي عليا ان انا ايه، ما معناه ان انت متشائم. قلت لك انا كان عندي امل، انا مش شايف حاجه. صحيح. يعني مش شايف صحيح. حاجه، كلنا شفنا اداء يعني عجيب، شفنا تمركز اعجب، شفنا نتيجه لا تتسق ولا تتفق بالمره مع فكره ان ده منتخب مصر الوطني، منتخب مصر اللي اسمه تقيل واللي تاريخه تقيل واللي بيضم عناصر محترمه جدا ما بين خبرات وما بين زي ما انت كنت بتقولي طبعا في عنصر بتاع العناصر الجديده اللي طعم بيها الفريق، واكيد ده مكسب مش هنختلف. لكن في المقابل شفتي منهم او من غيرهم ايه؟ هل اللي انت شفتيه ده يتفق مع فكره ان ده منتخب مصر؟ دي بطوله اللي البعض من الناس بيقول لك ايه، دي مرحله تجارب، تجارب في بطوله.
يعني بص هي تعتبر بطوله بس وديه يعني ما هي يعني مهما كان هو اخذ فرص حلوه جدا ان هو لعب كذا ماتش دلوقتي قبل افريقيا وكذا ماتش قوي. نتمنى بقى اللي جاي لها خلاص مش هيبقى فيه اعذار. طب انت شايفه اللي جاي ما فيهوش اعذار يا كريم؟ سؤال انت شايفه ان اللي حصل ده طول الفتره اللي فاتت، مش هكلمك عن مباريات بعينها، بس هل المنتخب اللي انت شايفاه طول الفتره اللي فاتت هتبقي مطمنه وانت قاعده بتتابعيه في افريقيا ولا في تصفيات كاس العالم؟ انا كاطمئنان اكيد لا، ما اعتقدش يعني الا ممكن نبقى ناس قليله جدا المطمنه، لكن احنا اكيد قلقانين، اكيد يعني متخوفين جدا من الفتره اللي جايه، وعايزين نفهم وعايزين نشوف القايمه وعايزين وعايزين وعايزين، بس هنعمل ايه يعني الوضع كما هو. عايز اقول لك امبارح انا بتابع الاراء، في ناس دلوقتي بتطارب برحيل كيراش والاتيان بحسام حسن، فيعني ده ابتدى يتداول. غلط صح مش قصتنا، احنا مش بنحلل ولا بنقول ارائنا دلوقتي، بس بقول لحضراتكم ده اللي حاصل. صدقي وتمني بالله. الله. انا لو مسكت المنتخب اسبوعين ممكن تلاقي مني شغل اكتر من اللي انت شفتيه الفتره اللي فاتت. تخيلي بقى وصلت لدرجه يا كريم ده. والله بكلمك بامانه، انت شفتي ما يرضيكي، ما شفناش ما يرضينا على كل الاحوال. النقطه برضو اللي انت كنت بتتكلمي فيها فعلا نقطه في منتهى الاهميه. طبعا اكيد مبروك لمنتخب الجزائر، ومتفق مع نهاوند في كل الكلام اللي اتقال، مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك طالما احنا بنتكلم في نهايه الامر عن منتخب مصر اللي هي المفروض ان هي فوق الجميع. عايزين نضيف كمان تفصيله بالنسبه لكيروش، يعني رجوعا للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، انا شخصيا شايف ان انتهت يعني مرحله التجارب يا عم الكباتن. يعني لو قلنا ان اللي فات ده كان كله مرحله جس نبض وتجارب والى اخره، اعتقد ان المرحله دي المفروض ان هي تكون انتهت. احنا داخلين على مرحله الجد، وما نقولش مش مهم لقب بطوله، يعني احنا بنتكلم على امم افريقيا، المهم نوصل لكاس العالم. الاثنين مهمين، بس يعني احنا عايزين ننافس بقوه على اللقب اللي غايب عننا من 2010، ونرجع تاني نقف على منصات التتويج القاريه كما نستحق وكما يستحق منتخبنا. كمان من المهم جدا اننا نكسب الماتش الفاصل رايح جاي، ومش عايزين نروح المونديال ونقول ان احنا رايحين عشان الاداء المشرف. يعني الجمله دي بقت مستفزه جدا، احنا مش عايزين ولا مش اداء مشرف، ده هو تمثيل المشرف. لا يليق بمصر، مش عايزين تمثيل اصلا نقول حاجه زي كده، يعني لا تليق بينا ابدا. احنا عايزين يعني ايه جد بقى شويه، عايزين جد الجد ان جيتوا للحق. نرجع ونقول تاني انتهت مرحله التجارب ودخلنا في المرحله الجديه. يا ريت كل لاعب يتحط في مركزه، وكل لاعب على حده اكيد هيدوس ويشتغل معاه زي الفل. يعني وبرضه عايزين نبارك اكيد لمنتخب الجزائر الفوز بلقب البطوله بهدفين، الاول سجله امير سعيود لاعب النادي الاهلي السابق في شباك تونس في الوقت الاضافي، والثاني في اخر ثانيه من احداث هذا اللقاء بعد ماتش اوروبي بمعنى الكلمه. كنا نتمنى نشوف منتخبنا بيأدي هذا الشكل من الاداء، الاثنين كانوا بيلعبوا كره قدم عالميه، والبطوله يعني الحقيقه كلها كان فيها ماتشات قوية جدا جدا جدا، ما اعتقدش ان يعني كتير من ماتشاتنا يتقال عليها الوصف ده. لا انا بتفق معاك جدا، وفي تفاصيل كتير هنتكلم مع كابتن عرابي بشانها، لان يعني محتاجين برضو نفهمها، وفكره برضو الاصرار على بعض اللعيبه ان هم يكونوا اساسي في كل المباريات، هل ده اصلا لمصلحه اللعيبه دي او اللاعب ده ولا لا؟ انا مش هتكلم على اسامي دلوقتي، لكن اكيد اكيد لسه في تفاصيل. بس زي ما انت قلت مبروك للجزائر على كل حال، المنتخب الجزائري كده خلاص رفع كاس العرب لاول مره، مرة يا كريم في تاريخه، وطبعا خلاص حرم نظيره التونسي من احراز اللقب الثاني في المسابقه بعد النسخه الاولى اللي كانت عام 63 بالمناسبه برضه. على كل حال مبروك لتونس المركز الثاني، وكانت زي ما انت قلت بطوله قويه، بطوله رائعه. وباي ذا واي او المناسبه برضه، انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للفيفا قال ان البطوله هتفضل بتقام تحت مظله الفيفا، ودي حاجه اعتقد برضه مكسب من المكاسب بعد نجاحها الباهر. وكلنا برضه عارفين ان المره دي اول سنه هي بتقام تحت يعني اشراف الفيفا. هرجع تاني والمشاهد اللي حضراتكم شايفينها طبعا، ويعني مش الماتش ده تحديدا ولكن في العموم لما كنا بنتابع، احنا مبسوطين جدا بالجماهير المصريه اللي كانت متواجده، مؤازره الفريق والمنتخب دايما في اي مكان بيروحوا، سواء بنتكلم عن الاهلي او المنتخبات بتاع منتخب مصر، يعني لا بجد بيبقى فيه روح حلوه جدا طبعا. المصريين ما بيتاخروش، وانت بتشوف حتى استقباله، هنتكلم بقى على الاهلي برضو، استقبال الجماهير اللي بتبقى في اي دوله الاهلي بيروح بيلعب فيها بيبقى ازاي عامل، فيعني لا حاجه مشرفه. طبعا شفنا برضو المشاهد لما منتخب مصر وصل، قد ايه كان في ناس بتحييهم وانتظراهم في المطار، حاجه كانت فعلا حلوه. يعني زي ما بتقال كده روح المدرجات رجعت مره ثانيه، واحنا عايزينها فعلا ترجع تدريجيا حتى لو ده هيكون مقبول، علشان طبعا اللي حصل والكورونا، وهنتكلم عن كل ده، معانا اخبار كثيره النهارده خاصه ببرده كوفيد والجديد فيه. بمناسبه الختام بطوله كاس العرب امبارح، كمان كان اليوم العالمي للغه العربيه، وبالمناسبه دي اعلن الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا عن وجود اقتراح
لاعتماد اللغة العربية لتصبح لغة رسمية في الاتحاد الدولي. قال فيفا عبر موقعه الرسمي بالأمس يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وختام منافسات كأس العرب التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الفيفا، وأضاف تقديرا لأهمية اللغة العربية التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية حول العالم، إضافة إلى ملايين العرب في مختلف البلدان. سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم اقتراح بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا. وعايزين نقول لحضراتكم بالمناسبة اللغات الرسمية حاليا في الفيفا هي 4 لغات، الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية، وإن شاء الله قريبا جدا العربية. 450 مليون شخص بيتحدثوا اللغة العربية في 20 دولة، منهم 100 وشوية في مصر. طيب خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح بقى للأهلي واللي بيستعد دلوقتي طبعا لماتش السوبر اللي هيكون يوم الأربعاء الجاي، وبيواصل أكيد تدريباته برضو في العاصمة القطرية زي ما حضراتكم شفتوا، استعدادا لمواجهة فريق رجاء المغربي على لقب هنا بقى كأس السوبر الإفريقي العزيز. يعني اهو، ويمكن كمان قبل السفر وخلال فتره التوقف هو خاض زي ما حضراتكم عارفين بالفريق مباراتين وديتين، تعادل مع طلائع الجيش بهدف وحقق الفوز على سموحه بخمس اهداف مقابل هدف. امبارح بقى برده خلينا نقول لحضراتكم الكواليس، الفريق خاض مران كان قوي جدا، وبالليل بقى الجهاز الفني استقبل لاعبي الفريق بتاعنا الدوليين بعد ما خلصوا المعسكر و خلاص رجعوا مره ثانيه. وعلى فكره برضو امبارح كان عيد ميلاد الشناوي، بما ان الشناوي دلوقتي مش هو ده الشناوي اللي معانا، تم 33 سنه، مش عارفه تم كام، بس كان امبارح وهم احتفلوا برضو امبارح، فكل سنه وانت طيب يا شناوي، لاعب محترم واسم كبير جدا اكيد كلنا فخورين بيه. طيب في كلام كتير بقى يا حضرات عن كورونا وانعكاسات كورونا على انديه الدوري الانجليزي لكره القدم، يعني يقال ان سيعقد اجتماع بكره ان شاء الله لبحث سبل التعامل مع ازمه كورونا بعد تاجيل 9 مباريات في البطوله بسبب انتشار العدوى في مجموعه من الانديه. بسبب كورونا غاب لعيبه اساسيين عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول يوم الخميس اللي فات، بينما ظهرت 13 حاله اصابه بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وايضا جهازه الفني. وبرضو الجدير بالذكر انه يعني بالمناسبه يعني عايزين نقول لكم ان رابطة الدوري الممتاز بتقوم بتأجيل المباريات في حال عدم وجود 14 لاعب لائق على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث طبعا كل طلب على حدة، فالموضوع انتشر بشكل كبير هناك واستفحى بين اللعيبة وحتى الأجهزة الفنية. للأسف الشديد احنا لسه بنسمع أخبار زي كده، كنا فاكرين ان احنا أصلا مع بداية العام الحالي اللي احنا لسه فيه ده ان الموضوع هيبقى بيقل تدريجيا، وكان عندنا أمل في بداية السنة، لكن دلوقتي الوضع يمكن رجع أو بيرجع زي الأول تاني. بنشوف دول يعني أهي ماتشات بتتلغي ولسه مأثرة على المجال الرياضي وعلى الحياة عامة. على كل حال، وقبل طبعا ما نطلع فاصل لازم نتكلم شوية عن اللي سمعناه، فكرة هنا ان اليوم النهاردة الحد والاثنين هيشهد يعني مشاكل شوية في الطقس، وهيبقى فيه رياح، هيبقى فيه حاجات زي كده، ويمكن اسكندرية تحديدا من اكتر المحافظات اللي برضو قيل ان هي هتعاني من سوء الاحوال الجوية، وحتى محافظ اسكندرية تحدث ان في توقف للدراسة النهاردة وبكرة. فيعني دي الاخبار اللي احنا بنتداولها او بنسمعها، لكن يعني دلوقتي الجو حلو. يعني انا عايز اقول لحضراتكم لو الكرين يجي احنا شايفين في شمس والدنيا حلوه وما فيش اي حاجه، بس ما نعرفش كمان كام ساعه ايه اللي هيحصل. صحيح. لحظه الجو ممكن يقلب بعد دي كانت تحذيرات يعني الارصاد، لكن هنشوف طبعا. على كل حال نخلي بالنا وخير ان شاء الله يا مسهل الحياه. هنطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلامنا. اتفضل. يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه في 10 الصبح في الاهلي. تعالوا نروح بقى ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه مع زميلتنا العزيزه سالا حامد، موجوده سالا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الفل عليكي، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا كالعاده اكون معاكم يا كريم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار طبعا لجميع الفرق الرياضيه.
في النادي الاهلي. ويعني طبعا خليني في البدايه ابتدي معاكم بالفريق الاول لكره السله رجال طبعا تحت قياده مستر اجاستي ابوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، واللي النهارده ان شاء الله يعني هيواصلوا التدريبات وهيختموا جميع استعداداتهم في تمام الساعه 6 مساء يعني على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يعني خلاص يعني رجال السله والجهاز الفني النهارده هيختموا استعداداتهم قبل مباراه غد المباراه الرابعه للنادي الاهلي في دوري السوبر لكره السله، واللي هتكون ان شاء الله يعني امام نادي الزمالك في تمام الساعه 8 مساء على نفس الصاله يتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وكمان يعني خلينا نكلمكم شويه عن الغيابات والاصابات اللي هتكون موجوده في يعني مباراه غد ان شاء الله. يعني مروان سرحان هيغيب عن مباراه غد بسبب يعني الاصابه اللي تعرض لها اثناء التمرين وهي كسر في الصباعين. يعني الاصابه دي هتتراوح يعني غيابه ما بين 6 ل 8 اسابيع. وكمان ايهاب امين يعني هيغيب عن مباراه بكره، او يعني في احتماليه ان هو يشارك بكره ان شاء الله، يمكن القرار ده هيكون في ايد الجهاز الفني لكره السلة بعد ما يعني أجرى عملية جراحية، ويمكن يعني الجهاز الطبي خايف من يعني المضاعفات اللي هتحصل لإيهاب أمين لو شارك في مباراة غد. فهي القرار ده هيكون النهاردة إن شاء الله يعني هيحدده الجهاز الفني والجهاز الطبي لفريق الأول لكرة السلة رجال. كمان سيدات السلة امبارح يعني حققوا الفوز على نادي الشمس بنتيجة 84-56 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر لكرة السلة. ويمكن النهاردة يعني بدون راحة هيواصلوا التدريبات مع كابتن علي هاشم المدير الفني لفريق النادي الأهلي في تمام الساعة 7:30 مساء داخل مقر النادي، عشان عندهم يعني مباراة مهمة جدا يوم الثلاث المقبل مع نادي الطيران في تمام الساعة 4 عصرا، ودي هتكون على صالة نادي الطيران في بطولة دوري السوبر لكرة السلة. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضية، كمان خلينا شوية اكلمكم عن يعني الكرة الطايرة داخل النادي الاهلي وفتيات الذهب او سيدات الطايرة. يمكن خليني اقول لك يا كريم وطبعا اقول لك يا نهاوند انه سيدات الطايرة يعني بيواصلوا كتابة التاريخ باحرف من الذهب. يمكن يعني خلاص هم وصلوا للمباراة رقم 76 الفوز المتتالي يعني لرقم 76 فوز متتالي، يمكن فاضل لهم مباراه واحده يوصلوا لرقم 77، ويمكن لما يوصلوا للرقم ده هيدخلوا بيها موسوعه جينيس للارقام القياسيه. تمام، يمكن النهارده ان شاء الله يعني سيدات الطايره عندهم التمرين في تمام الساعه 5:30 مساء عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد امام هليوبلس على صاله الامير او على صاله عفوا الشهداء داخل مقر النادي في تمام الساعه 6 مساء. ويمكن هي دي المباراه يا كريم اللي لو فازوا فيها سيدات الطايره هيوصلوا للرقم 77 ويقدروا يدخلوا بها موسوعه جينيس للارقام القياسيه. كمان رجال الطايره عندهم تمرين كمان شويه في تمام الساعه يعني 11:30 صباحا، عندهم تمرين كمان شويه على صاله الامير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه غد امام سبورتنج في تمام الساعه 4 عصرا، واللي هتكون على نفس الصاله صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. وكمان سيدات اليد امبارح كان عندهم مباراه مع نادي سموحه في تمام يعني الساعه 4 عصرا، واللي فازوا فيها على نادي سموحه بنتيجه 42-27 في بطوله الدوري. والنهارده ان شاء الله يعني هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى يعني للتدريبات بكره في تمام الساعه 5:30 عشان يعني يستعدوا بشكل قوي لمباراة المعادي في بطولة كاس مصر الدور الثمانية يوم الثلاث ان شاء الله على صالة نادي المعادي. يمكن دي يا كريم يعني انا هوند كانت كل اخبارنا النهاردة بالنسبة لي يعني جميع الفرق الرياضية داخل النادي الاهلي. يمكن طبعا انا معاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العودة مرة اخرى للاستوديو طبعا الكلمة ليك يا كريم، تفضل. بشكرك يا سالة جزيل الشكر على هذه التغطية المتميزة، والان الى الصحافة الرياضية. والان حاد الان. طيب شكرا ليك يا سالة. وعلى فكرة واضح ان في الضلة الجو برد شوية، يمكن احنا عشان شايفين هنا شمس، بس واضح ان الجو اكيد مش زي ما احنا شايفينه من هنا يعني. على كل حال مشكورك جدا، خلينا بقى نروح دلوقتي لمقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا نورهان تمام تابع معها اهم الاخبار الرياضية في الصحف والمواقع. نورهان صباح عليك انا وكريم، صباح الخير، تفضل. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم، ونطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. أول خبر معانا من موقع اليوم السابع وبعنوان بعثة منتخب مصر تعود من قطر ظهر اليوم بطائرة خاصة بعد المشاركة بكأس العرب.
تعود بعثة منتخب مصر إن شاء الله النهاردة أو ظهر اليوم تحديدا في الثانية ظهرا بعد المشاركة في بطولة كأس العرب اللي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، وتوج منتخب الجزائر طبعا بطلا للكأس. طبعا منتخب مصر حصل على المركز الرابع، ومن المنتظر أن يحصل على مكافأة 24 مليون جنيه من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد حصوله على المركز الرابع. أما بقى تاني أخبارنا ومن موقع في الجول، قائمة الرجاء أحداد وثلاثي المغرب في كأس العرب يواجهون الأهلي بالسوبر الإفريقي. أعلن الرجاء المغربي قائمة الفريق اللي المنتظر إن شاء الله أنها تواجه النادي الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة أيضا. وشهدت القائمة تواجد ثلاثي المغرب اللي شارك في بطولة كأس العرب مع المنتخب المغربي، وهم كل من أنيس الزنتي ومحمد نهيري وعبد الإله الحفيظي، وبالإضافة إلى مشاركة نجم نادي الزمالك السابق حميد أحداد ودخوله في قائمة الفريق. وثالث خبر معانا من جريدة الرياضية السعودية، ونروح لأخبارنا العالمية، والنجم روبرت ليفاندوفسكي لسه بيواصل تحطيم الأرقام القياسية في عام 2021. والرياضية السعودية كان عنونت يعني خبر عن ليفاندوفسكي: ليفا شعار تحطيم الأرقام لا ينحني. كان ليفاندوفسكي حطم شعار او حطم رقم القياسي للالماني يعني جيرد مولر اسطوره بايرن ميونخ، وسجل هدفه رقم 43 في بطوله الدوري الالماني، وكان مولر سجل 42 هدف في بطوله الدوري الالماني عام 1972، وكان ليفاندوفسكي حطم هذا الرقم في مباراه الاخيره لبايرن ميونخ امام فولفسبورغ ضمن منافسات الجوله 17 ببطوله الدوري الالماني. واخر خبر معانا من جريده الشرق الاوسط، ثلاثي القمه سيتي وليفربول وتشيلسي في مواجهه نيوكاسل وتوتنهام وولفرهامبتون اليوم. يحل مانشستر سيتي المتصدر ومتصدر جدول مسابقه الدوري الانجليزي ضيفا على نظيره نيوكاسل الساعه 4 ان شاء الله، وكمان صاحب المركز الثاني فريق ليفربول هيواجه توتنهام الساعه 6:30. اما تشيلسي فده صاحب المركز الثالث ويحتل المركز الثالث في جدول مسابقه الدوري الانجليزي، هيقابل ويلفرهامبتون الساعه 4. طبعا كل تمنياتنا للنجم المصري محمد صلاح بتحقيق يعني خطوه جديده وارقام قياسيه جديده مع فريق ليفربول، وكمان تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة أخرى مع الريدز. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. وإحنا كمان نشكرك جدا على هذه التغطية نورهان. بس عندي سؤال، أنت النظارة دي جديدة ولا إيه؟ صحيح. صح؟ أنا خدت بالي منها قبل كده. طيب دكتور التحاليل خالص بالنظارة. ثقافة جدا. فاصل ونواصل. أهو ده بتاع زمان زي الفل. يا اهلا بحضراتكم في اولى فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. والحقيقه في اي بطوله من بطولات الاسكواش العالميه والدوليه لازم هنلاقي لاعبتنا المصريين والمصريات متصدرينها ودايما متوجين بيها على طول. دي في حد ذاتها حاجه طبعا الى جانب ان هي مصدر فخر وسعاده كتير كبيره جدا لينا، لكن كمان بتخلينا نفسنا ان اللعبه دي تصبح لعبه اولمبيه. النهارده هنتكلم عن واحده من البطولات الدوليه اللي بتقام دايما في مصر ودايما بتنظم بشكل محترم جدا وكل الناس بتشيد بيها، وهي بطوله بلاك بول للسكواش. وهيكون منورنا في اولى فقراتنا ضيفنا العزيز الاستاذ محمد رائف مدير البطوله. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على الاهلي. اهلا بيك. صباح الفل. صباح الفل. وحضرتك كنت معانا بس من سنه بقى يعني. من سنه تقريبا. من سنه بالظبط. بس كنت منورنا. بس نرجع بقى تاني ايه نتذكر ونتكلم اكتر عن البطوله ونتكلم عن الجوائز وايه اللي جد بقى. يعني احنا بنتكلم اهو من سنه، عايزين نعرف ايه اللي جد في البطوله. البطوله السنه دي في ديسمبر، احنا يعني النادي متعود ان هو تقريبا سنتين كل سنه بنعمل بطولتين في السنه، واحده بنعملها في ديسمبر وواحده بنعملها في مارس، وكل بطوله بتحتوي على اثنين ايفنت، واحد رجال وواحد سيدات. تمام. البطولة السنة دي ديها تصنيفها ذهبي، جوائزها 225,000 دولار. هي. بيشاركنا فيها 48 لاعبة ولاعب. احنا خلصنا بطولة السيدات يوم 16 وبدأنا يوم 16 على طول بطولة الرجال. مين فاز بالسيدات؟ نور الشربيني المصنفة رقم واحد فازت باللقب، وهي كانت شكلها كان مصمم جدا و جاهزه بشكل كبير جدا. برافو عليها. وقدمت في الحقيقه ماتش يعني راقي جدا ما بينها وما بين اللاعبه الواعده هانيا الحمامي، واستطاعت ان هي تحصل على اللقب.
احنا النهارده السيمي فاينل في الرجال هيتلعب النهارده الساعه 8 بالليل. عندنا اربعه بيتنافسوا. علي فرد هيلعب مع اللاعب مصطفى عسل الناشئ الواعد اللي بيلعب باسم النادي الاهلي، وده هيكون ماتش يعني جميل، انصح الكل ان هو يتفرج عليه. الماتش الثاني هيكون لاعب النيوزيلندي بول كول هيلعب مع طارق مؤمن، مع مروان الشرباجي. مروان الشرباجي اسم كبير، اخو كريم الشرباجي الاثنين، لا اخو محمد الشرباجي، سوري محمد الشرباجي، الاثنين احسن من بعض في الحقيقه. محمد الشرباجي يعني تربى على عرش الاسكواش كتير كتير فتره زمنيه طويله. مروان الشرباجي عمل امبارح ماتش كويس جدا قدام طارق مؤمن واستطاع انه يفوز، والنهارده بيلعب السيمي فاينل. والدتهم على طول بتبقى معاهم برضو، حضرتك اكيد عارف يعني. طبعا هي ده يعني الدعم العائلي ده في لعبه فرديه زي السكواش بتكون مطلوبه، ووالدتهم طبعا بقت علامه من العلامات المميزه اللي الكل يعني بياخدها قدوه في الحقيقه في دعم الابناء يعني في اي رياضه. يعني من اكثر الرياضات اللي فعلا واخدين فيها كمصريين وضعنا على الصعيد العالمي. صحيح. ودايما بتلاقي ان الى حد كبير احنا حتى بننافس بعض كمصريين في المباريات النهائيه في اي بطوله دوليه للسكواش. ايه سر التفوق المصري في رياضه السكواش؟ اسرار هي في الحقيقه. يعني احنا بقالنا اكتر من 12 سنه تقريبا متسيدين رياضه السكواش على مستوى العالم. اللعيبه المصريين سواء كانوا ناشئين او محترفين هم اللي بيحتلوا الصداره، رجال وسيدات. رجال وسيدات في الحقيقه. أنا في الحقيقة شايف إن هي عدة أسباب كبيرة، منها إن إحنا عندنا قاعدة كبيرة جدا في مصر من الناشئين، والقاعدة دي في الحقيقة مش موجودة في أي حتة في العالم، فعلى طول في تفريخ، في بيحصل تفريخ كتير بيطلع في الموضوع. الحاجة الثانية إن إحنا عندنا كم من اللاعبين المحترفين بشكل كبير جدا موجودين في مصر متوزعين على كل الأندية. كل النشئ بتاعنا صغير بيحتك وبيشوف ويشوف الابطال دي بتتصرف ازاي، وكله عنده طموح وشغف ان هو يبقى زي هؤلاء اللاعبين. المنظومه الاسكواش في مصر في الحقيقه احنا عندنا مجموعه مدربين محترمين، الانديه كلها فيها سكواش بشكل عالي جدا، عندنا الاتحاد المصري للسكواش بيرعى اللعبه بشكل عالي، الدوله اصبحت بتولي اهتمام كبير جدا للرياضات الفرديه ومنها رياضه الاسكواش. بنشوف البطولات اللي زي اللي احنا بنعملها دي على طول، وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي متواجد على طول وبيرعى وبيشرف على هذه البطولات. الموضوع ده كله بيبقى مشجع. النهارده بقت في مؤسسات ماليه بترعى اللعبه، بقى في رعاه من شركات تجاريه بيدوا رعايه لهذه الرياضه، لان عندنا ابطال عالم فيها. طبعا عندنا بقى دور مهم جدا، وانا متخيل انه مش موجود في حته في العالم غير في مصر، هو دور الاهل، الاسره. الاسره المصريه بتصاحب الطفل من سن 4 أو 5 سنوات في ملاعب السكواش لغايه ما توصلوا للاحتراف، وبرعايه غير مسبوقه. يعني انا بشوف اولياء امور اباء وامهات بيسيبوا حياتهم كامله وبيتحركوا ورا الاولاد عشان يدعمهم، بيوفر له تدريب كويس، بيدور له على احتكاك جيد، بيدور له على ادوات رياضيه متميزه. وفي الحقيقه هي طبعا لعبه الى حد ما مكلفه ولابد من وجود الاهل في مصر. في الحقيقه الموضوع ده الاسره المصريه بتتميز جدا في رعايه الابناء. صحيح، هو كلامك مظبوط جدا، ويمكن مش هنقدر هنا نقول بس دور الام، لان احنا بيجي لنا ابطال بيتكلموا برضو قد ايه الاب بيبقى داعم وبيقف معاهم وبيوصلهم، ويعني بصراحه الاب والام عاملين فعلا زي ما حضرتك بتقول المصريين دول، ويمكن كمان واصل فيه كان معانا كذا حاله جد وجده يعني والاخوات. لا بجد تحيه فعلا للاسره المصريه فعلا. وفي ثقافه متغيره برضو استاذ احمد، يعني استاذ محمد عفوا، الفكر اتغير. زمان يمكن ما كانتش الاهالي حاطه في دماغها قوي الرياضه مع التعليم، كان التعليم اهم. دلوقتي الفكر اتغير، فاصبح عندنا نتاج ده ابطال كتير وفي رياضات مختلفه لما الفكر فعلا زي ما حضرتك بتقول يعني. فدي نقطه فعلا فعلا تحسب يعني. حضرتك عندك حق طبعا. احنا النهارده لو بصينا على الابطال هنلاقي كل الابطال المصريين متعلمين تعليم جيد جدا. يعني لو انا اخذت على سبيل المثال نوران جوهر لاعبه رقم 2 المصنفه على العالم، وبتدرس في الجامعه الامريكيه وبتدرس هندسه. يعني لو قلت مثلا علي فرج المصنف رقم 1
خريج هارفارد وهندسة. لو انا قلت خدت من الرعيل الاقدم قلت عمر البرلوسي، عمر البرلوسي كان بطل من ابطال العالم وخريج جامعه امريكيه، وكل الابطال بتوعنا متعلمين تعليم جيد. كمان النهارده اصبح امريكا مثلا الجامعات الامريكيه بتدي مساحه كبيره جدا لرياضه السكواش، وبتدي سكولر شيب لكل المتميزين في السكواش. فحضرتك كل سنه هتلاقي 4-5 مصريين من ولادنا بيسافروا يدرسوا في الجامعات الامريكيه. يعني مثلا هارفارد مثلا حاليا بيدرس فيها مش اقل من 4 مصريين بيدرسوا، وكلهم واخدين سكولارشيب من الاسكواش. ده النهارده بقت الاسره المصريه عندها الوعي زي ما حضرتك بتقولي، التعليم لازم يمشي بالتوازي مع الرياضه. صح. لان الجسم السليم في او العقل السليم في الجسم السليم. وكمان جميل ان الدوله يعني ردا على التفوق والتسيد المصري يعني عالميا في الرياضه دي، برضو هي كمان بتوليها كثير جدا من مظاهر الدعم والاهتمام باشكال مختلفه، يمكن على راسها او من اهمها المشروع القومي للناشئين. عايزين برضو حضرتك تكلمنا عنه. والله ده من المشروعات المهمه جدا، ويعني وزاره الشباب والرياضه اخذت المبادره بانها تدعم هذه الرياضه اللي احنا متفوقين بيها، وبدا يبقى في مشروع لرعايه البراعم الموهوبين في هذه الرياضه. وده مشروع بيضم عدد كبير جدا، وفي الحقيقه انا الوزاره برضو بتنشره في اكثر من محافظه مش بس في القاهره، لكن بدا يروح على محافظات الصعيد ومحافظات الدلتا، فاصبح المشروع بيمتد لهذه المناطق. الوزاره وبرضو عندها في مؤسسه ماليه كبيره بترعى هذا المشروع باسعار رمزيه، وبيوفروا الملاعب وبيوفروا المدربين للولاد عشان نطلع القاعده، نزيد من القاعده وقاعده الممارسين. وحضرتك كنت تفضلت في المقدمه وبتتكلم على دخول اللعبه للاولمبياد. بالظبط. هذه الرياضه عشان تخش لازم على مستوى العالم كله ان قاعده الممارسين تكون كبيره جدا تزيد، لازم اقتصاديات اللعبه توصل الى حد كبير. والله لا، على مستوى العالم ما زلنا لسه محتاجين زياده اكتر، زيادة أكتر في البنية التحتية، في عدد الملاعب على مستوى العالم، زيادة أكتر في القطاع التدريبي، زيادة أكتر في قطاع الممارسين. الكلام ده كله كل ما يزيد هيؤدي ويسرع بأن خطوات الاتحاد الدولي مطلوب منه برضو دور كبير في أنه هو يدعم دخول هذه الرياضة لل لو دخلت الدورات الأولمبية بقى ضمننا شوية ميداليات زي الفل. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا قريت في أكتر من موقع على مستوى العالم ناس بتناشد أو بتنادي بتقول الفرصة الوحيدة لدخول السكواش مصر الأولمبياد إن مصر تنظم أولمبياد. ليه؟ لأن لو مصر نظمت الأولمبياد هتختار على الأقل ليها حق في 3 لعبات أي ثينك إنها ممكن تدخلهم، ف 100% مصر هتدخل ساعتها ميداليات مضمونة. هيحصل في يوم من الايام، هيحصل يعني قريب ان شاء الله. بمناسبه البطولات بقى، احنا ليه ما يبقاش في تنظيم بين البلاك بول هذه البطوله ومثلا احد المنظمين العالميين، احنا نعمل عندنا بطوله عالميه على ارض زي بطوله الجونه وغيره، بس احنا نعمل حاجه ثانيه مشابهه ليها، ليه ده مش في فكرنا؟ لا هو ده حاصل، يعني هو اكبر بطولات على مستوى العالم بتبقى عددهم 7 بطولات في السكواش. بطولة بلاك بول واحدة من السبعة العظام أو الكبار اللي بينظموا على مستوى العالم. برضو الجونة أحد البطولات من السبعة الكبار اللي بيتنظموا على مستوى العالم. هي جوائز بلاك بول بتبقى إيه؟ منين؟ لا مين السبونسر؟ في المؤسسة المالية الكبيرة اللي هي بتدعم السكواش بشكل عام جدا، وانا مش عايز اقول اسمها. طيب ولا اقول طيب يعني هي لا مش لازم. طيب شركه و هي مؤسسه ماليه مؤسسه ماليه كبيره، احد البنوك الكبيره، وبتدعم رياضه السكواش بشكل عام في مصر، وبتدعم دلوقتي بتدعم بطوله الجونه، بتدعم بطوله الاهرام، بتدعم بطوله بلاك بول، وهي اللي بتقدم الجوائز الماليه في الحقيقه بالكامل. بس ارقام حلوه يعني 250,000 ما علقتش انت عشان واحد على الملايين. طالما الراعي بنك فاحنا مطمنين. مش كده برضه يا فندم ولا ايه؟ لا ده حاجه جميله وحاجه مطمنه طبعا. انا برضه عايز اسال حضرتك على تفصيله كده، في رياضات معينه يعني في عالم الكشافين الناس اللي بيروحوا يشوفوا المواهب المدفونه اللي موجوده في القرى والكفور والنجوع، في رياضات معينه ممكن تلاقي مواهب كبيره جدا يعني عندهم، يعني ناس كتير عندهم مواهب يمكن فذه في بعض الاحيان بس ايه
ما حدش يعرف عنهم حاجه لمجرد ان هم في اماكن نائيه وبعيد خالص عن الاضواء انجاز التعبير، زي كره القدم كده من قديم الازل بتتلعب في الشوارع وتحت الكباري الى اخره، لكن الكلام ده لا ينطبق على الاسكواش. ففرصه ان احنا ممكن نلاقي مواهب في الاسكواش في اماكن نائيه في مصر بيتهيألي تكاد تكون معدومه، نظرا لعدم وجود ملاعب مبدئيا، ونظرا برضو لعدم وجود امكانيات تخليهم يجيبوا المضارب والمعدات المطلوبه للرياضه دي. هل دي حاجه ممكن نتداركها بعد كده بحيث ان يبقى عندنا مصادر مختلفه لجلب الابطال المستقبليين في مصر؟ اكيد. انا شايف ان وزاره الشباب والرياضه بتهتم يعني برعايه مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه. مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه منتشره بشكل كبير، وانا شايف ان الدوله بتولي رعايه ليها يعني تحديث البنيه التحتيه بتاعتها وتجديدها وشايف وده شامل ملاعب سكواش؟ اه شايف ان في ملاعب سكواش بتدخله في الموضوع وبدا اهتمام. نقول لو حطينا ده جنب مشروع القومي لرعايه الموهوبين بيمتد للمحافظات يعني بينتشر في مكان. لو انا قلت الاتحاد المصري لسكواش الاتحاد المصري للسكواش بيرعى اربع مناطق على مستوى الجمهوريه، متقسمه جمهوريه مصر العربيه لاربع مناطق. عندنا منطقه اسكندريه ودي بتنظم بطوله على مستوى كل الانديه المصريه، عندنا منطقه القاهره ودي بتنظم بطوله كبيره على مستوى كل المحافظات، عندنا منطقه وسط الدلتا وعندنا منطقه بورسعيد. المناطق دي يبقى ان يبقى الاتحاد يفكر ان يبقى في منطقه بتشمل صعيد مصر. طبعا. لو المناطق دي هي اللي بتمد ايديها وبتحاول توصل لزي ما حضرتك قلت الاماكن المتطرفه اللي ينفع يتعمل فيها بنيه تحتيه. برضو الاسكواش لما الشركات والانديه الخاصه تبدا، يعني انا اعرف ان في نادي خاص بيتعمل في طنطا في عدد ملاعب لا تقل عن 10 ملاعب. احنا نادي خاص عاملين 19 ملعب سكواش. لا في زينا كتير شركات طالعه بتمارس او بتنشئ انديه بتستثمر في الرياضه، وبالتالي حتى تزيد الملاعب في كل حته في القاهره. في الحقيقه في مشروع تاني برضو احنا بنجهزه وهنعرضه على معالي وزير الشباب والرياضه، ان احنا بنفكر ان احنا نقدم مشروع انشاء ملاعب اسفل الكباري الجديده اللي عماله تنشا بشكل حضاري وبشكل متميز. حلو ده. واحنا في الحقيقه بنجهز لهذا المشروع وهنعرضه على معالي وزير. بس تحت الكباري مش كبير يعني، هو تتسع يسع ملعب او ملعبين. يعني احنا بنفكر في ان يبقى تحت الكباري في اماكن متميزه اثنين ملعب ومعاهم كافتيريا صغيره بشكل حضاري ومتميز. حلو. وده هيؤدي الى نشر هذه اللعبه، وده بيفكرني بحاجتين. اول دوله كانت بايونير زي ما بيقولوا في هذا الموضوع كانت مصر. ترجمة. لا في الحقيقة. معانا برضه ترجمة. مصر كانت الاتحاد المصري للسكواش من سنين طويلة أنشأ في مدينة نصر أربع ملاعب موجودين في الشارع. ودي كانت لأول مرة تتعمل. أمريكا دلوقتي بتنشر ثقافة عمل الملاعب في الشوارع، بحيث انها تشجع على انتشار اللعبه وتشجع الممارسين بشكل اكبر. بس الملاعب دي هتبقى برايفت يعني خاصه ولا اي حد ممكن يعني؟ لا عشان لازم هتبقى بتيكت يعني ولا برايفت برسوم للتعامل عشان تحافظي عليها. الملعب لازم بيحتاج رعايه، بيحتاج صيانه، بيحتاج. بس هي مش لعبه شعبيه يعني برضو عشان افهم، هي مش لعبه شعبيه، ممكن تبقى ملعب خماسي حاجات زي كده اي حد هيدخل يلعب، بس السكواش لعبه للاليت اكتر او لعبه مش اي حد بيمارسها يعني. فازاي ممكن ده يعني نعدي او نتجاوزه بحيث ان احنا فعلا ننشر اللعبه بين يعني الناس كلها؟ احنا لو خدنا دوله ماليزيا مثال، بس احنا غير ماليزيا. لا بس خليني ماشي ناخدها ماليزيا مثال. هناخد ماليزيا مثال وهقول لعبه البادمنتون اللي هي كره الريشه. كره الريشه لعبه بالمضرب، واللعبه دي منتشره في ماليزيا بشكل عالي جدا لدرجه انها تكاد تكون اللعبه الشعبيه. لو انا قلت لحضرتك اي مركز او سنتر رياضي او نادي رياضي في ماليزيا عدد الملاعب فيه لا يقل عن 48 ملعب. ونفس الفكره حتى في امريكا بس في عالم كره السله يعني. بالزبط. بتلاقي حتى بين كل بلوك مباني والتاني بتلاقي فيه ملعب. دي اكتر لعبه يعني، هي برضه لعبه شعبيه. احنا هنا السكواش بما اننا متميزين فيه وزي ما حضرتك قلت الجينات المصريه نستطيع ان احنا نحولها الى لعبه شعبيه.
وانا شايف النهارده عدد الملاعب اللي مثلا لو قلت من 5 6 سنين وقلت عدد الملاعب الموجوده في مصر كانت قد ايه، لا النهارده الاعداد تضاعفت. واحنا ماشيين في الطريق ده، عدد الممارسين تضاعف. الكلام ده كله هيؤدي في يوم من الايام انها تبقى ما فيش بيت في مصر يخلو من لاعب سكواش طفل او ناشئ او محترف. نتمنى يا رب ان شاء الله. نورتنا يا استاذ محمد بجد، وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. انا متشكر جدا وبسعد بلقائكم. ربنا يخليك، ده احنا اللي بنشرف بوجود حضرتك معانا، نورتنا. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم اخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. اتفضل. خلصنا بطولة كأس العرب وقدر منتخب مصر يكون في المربع الذهبي واحتلال المركز الرابع بعد أداء مباراة قوية أمام منتخب قطر والخسارة بأربع ركلات ترجيح مقابل 5 ركلات للمنتخب القطري. بطولة كأس العرب انتهت بإيجابياتها وسلبياتها، وأكيد كارلوس كيروش حدد كل السلبيات لعلاجها في منافستنا القادمة بكأس الأمم الأفريقية والماتش الفاصل المؤهل لمونديال 2022. لعيبة الأهلي الدولية واللي دايماً بيكونوا على قدر المسؤولية بعد ما خلصوا مشوارهم مع الفراعنة انضموا على طول لمعسكر الفريق عشان يستعدوا لماتش السوبر الإفريقي اللي هيكون يوم الأربع أمام الرجاء المغربي. السوبر الأفريقي مش مجرد لقب الأهلي بيلعب عليه، عشان اللقب ده هيضاف للألقاب القارية في مشوار الفريق نحو استعادة لقب الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية في العالم. ومش محتاجين نفكركم إننا معانا 23 لقب قاري بعد ريال مدريد الإسباني صاحب الصدارة ب 26 لقب قاري. ماتش السوبر كمان مهم في مشوار الأهلي في الموسم الحالي، وعشان يرجع يكمل ماتشات الدوري اللي متصدره بالعلامة الكاملة حتى الآن بدون أي هزيمة. جمهور الأهلي كمان زي ما عودنا حاضر وبقوة في الدوحة من وقت استقبال الفريق لحد يوم الماتش، وهو بيساند وبيدعم فريقه عشان يواصل مشواره وسلسلة انتصاراته وحصد البطولات المحلية والقارية. رحب حضراتكم في الفقرة دي، ويعني زي ما احنا اتكلمنا كده في الانترو انا وكريم، اتكلمنا عن منتخب مصر واتكلمنا عن الاهلي واتكلمنا عن مواضيع كتيرة جدا خاصة او بتهم حضراتكم. طبعا هنحاول في الفقرة دي ان احنا نجاوب عليها، ولكن على كل حال احنا بنتكلم برضو في الاول وفي الاخر لازم يكون في دعم للاعبين، وطبعا منتخب مصر اهم من اي انتماءات زي ما احنا اتكلمنا، ده مهم جدا. التجربه دي انتهت، عندنا لسه بطولات ثانيه، عندنا حاجات مهمه جدا برده مستنيانا، لازم يكون في تركيز كبير جدا. النقطه دي مهمه قوي يا كريم. طبعا، وكمان عايزين بقى نتكلم مع حضراتكم وبالتفصيل عن اللقاء المرتقب بين النادي الاهلي وبين الرجاء المغربي طبعا في مباراه السوبر الافريقي، عشان نعرف بقى المزيد من التفاصيل. يعني معانا على التليفون زميلنا العزيز كريم احمد المتواجد حاليا في الدوحه عشان نعرف بقى منه كل الكواليس وكل التفاصيل المتعلقه بالاستعداد البدني والنفسي للعيبه النادي الاهلي. كريم صباح الخير عليك واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي. مرحب بيك طبعا في البدايه، كل التحيه لك زميلي العزيز كريم، وكل التحيه ايضا كمان لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي وزميلتي العزيزه نهاوندو. يمكن اجواء رائعه ومميزه جدا الحقيقه، وتركيز كبير جدا لفريق النادي الاهلي في مواجهه وتحدي جديد، مباراة الأهلي السوبر الأفريقي، الأهلي والرجاء المغربي إن شاء الله بإذن الله بالإصرار الكبير اللي بنأكد عليه في كل مداخلاتنا وفي كل أحاديثنا، وعزيمة النادي الأهلي اللي بنشوفها في التدريبات وتركيزهم الكبير في فندق الإقامة، إن شاء الله بإذن الله تكون كل هذا الترتيبات والمناخ الطيب اللي إحنا عايشين فيه يكون مردوده أكبر إن شاء الله في 90 دقيقة بنأملها تنتهي في 90 دقيقة، ما نروحش خالص لركلات الترجيح اللي بيبقى فيها حظ كبير جدا. لكن بشكل عام طبعا عايز أطمن كل جمهورنا اللي بيتابع لحظة بلحظة وبيحاول طبعا نعرف الأخبار والكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي. النهارده نقدر نقول اليوم الثالث لفريق النادي الاهلي طبعا هنا، ولا استعدادات الخاصه بمباراه السوبر الافريقي. اول يوم طبعا كان تدريب، نقدر نقول التدريب استغرق ساعتين طبعا كان فيهم شغل كبير جدا، شغل بدني وشغل تكتيك، ولكن الشغل التكتيك هو اللي كان اكتر بالنسبه لبيتسو موسيماني. يمكن انضمت طبعا كل لاعبينا طبعا القادمين من منتخبنا الوطني وعلي معلول وبدر بنون وكل اللاعبين دلوقتي خلاص مع بعثه فريق النادي الاهلي، لكن لسه ما اطمناش بشكل كبير جدا على حاله اللاعبين البدنيه، حاله اللاعبين ايضا كمان، لان انت عارف المجهود كان كبير جدا، ممكن يكون بعض اللعيبه عندها اجهاد، ممكن يكون بعض اللعيبه بتشتكي من اي شيء، فالدور كبير جدا الحقيقه على الجهاز الطبي بالكامل، طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله، اللي ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اي حاجه بقى يعني تعوقنا وتعوق مسيره النادي الاهلي في هذا الامر، لان احنا محتاجين كل مجهود اللعيبه
في هذا التوقيت. الأداء كان رائع جدا بالنسبة لمنتخبنا الوطني تحديدا لكل المجموعة وهي مجموعة النادي الأهلي، لكن مع التدريبات ومع مرور الأيام إن شاء الله قبل يوم 22 وتحديدا يوم 21 إن شاء الله بإذن الله نطمن على كل حالة اللاعبين. عايز أكد على نقطتين مهمين جدا طبعا، يمكن بدر بنون هو انضم في البداية مع معسكر فريق النادي الأهلي، علي معلول الحقيقة وآخر لاعب انضم لبعثة فريق النادي الأهلي هنا في فندق الإقامة. علي معلول يمكن وصل إلى فندق الإقامة الساعة 3 طبعا بتوقيت الدوحة. النهاردة كل اللعيبة مش هتشارك في التدريبات اللي طبعا اللي شاركت فيه منتخباتها طبعا، سواء بدر بنون علي معلول ايضا كمان كل نجومنا طبعا نجوم النادي الاهلي، النهارده بالنسبه لهم هو يوم فري على قد ما يكون في ريكفري ليهم، ويمكن بعض التدريبات البسيطه جدا في الجيم على ان يكونوا ان شاء الله غدا متواجدين في التدريب بالكامل. كابتن محمود الخطيب الحقيقه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه ووجوده الكبير جدا ومردوده اللي بيكون اكبر ما بيتواجدش بشكل كبير، لكن هي رساله الحقيقه تواجده بيكون امر مهم جدا، دوره بيكون رائع جدا ودور مجلس الاداره تحديدا، لكن القيمه الكبيره ما بتكون متواجده في مباراه صعبه زي مباراه الرجاء عندها مردود كبير جدا للجمهور، عندها بعض العناصر المميزه جدا، فمحتاجه يكون طبعا في دعم وفي تحفيز كبير جدا من مجلس الاداره ان شاء الله باذن الله. يعني مع مرور الايام باكد في هذا الامر ومع التدريبات ربنا بس يحافظ على لعيبه النادي الاهلي، ان الحماس كبير جدا في التدريبات، الكل عايز يحجز دوره وكل عايز يتواجد في تشكيله النادي الاهلي في السوبر الافريقي في حضور الجمهور العظيم جمهور النادي الاهلي. شفنا جمهور المصري الحقيقه بيزين كل استادات الدوحه الحقيقه، لكن منتظرين بقى جمهور النادي الاهلي يكون بكثافه كبيره جدا في هذا الملعب، ملعب احمد بالعلي ليستقبل هذه المباراه، ويمكن التذاكر نفذت بالكامل، يعني مجرد طرح التذاكر في ساعه او ساعه ونصف انتهت كل التذاكر. نادي الاهلي قيمته كبيره جدا جدا هنا، والجاليه المصريه الحقيقه كبيره جدا في قطر، فان شاء الله باذن الله يكون جمهور النادي الاهلي سند كبير ودعم حقيقي كبير مع التحضيرات الفنيه بقى المميزه جدا من مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني اللي بيدير الحقيقه المباريات الكبيره من خارج الخطوط من داخل الملعب بكل جديه الحقيقه وبرؤيه كبيره جدا وفنيات عاليه، فان شاء الله باذن الله الامور دي كلها تكون في صالحنا ان شاء الله. طيب كريم طبعا بصبح عليك ومبسوطين بوجودك وتخطيطك الاكثر من رائعه حقيقي، يعني مثال جميل لقناه الاهلي انت بجد. النقطه اللي عايزه اروح معاك فيها، لان انت ذكرت الاستعدادات البدنيه لسه هيتم يعني ملاحظتها من قبل اللعيبه الدوليين، انا عايزه ابدا بفكره هنا. اولا استقبال موسيماني للاعبين الدوليين، هو كان حريص ان هو يستقبلهم بنفسه وعايزين كواليس هذا الامر. النقطه الثانيه، انا مش بس عايزه اطمن على الحاله البدنيه، انا عايزاك تطمنا ايضا على الحاله النفسيه، لان دي نقطه في غايه الاهميه. فبص بقى من الكلام من الاخر تحديدا لمحمد شريف وقفشه، اتفضل. يعني اكثر من نقط الحقيقه ايجابيه جدا ونقط مهمه جدا، انا هتكلم طبعا في البدايه على الجانب النفسي، ويمكن الجانب النفسي ده بدا مع بيتسو موسيماني والجهاز الفني فور وصول لعيبه النادي الاهلي الى فندق الاقامه. الحقيقه كل اللعيبه طلعت طبعا على المطعم طبعا متواجد في الفندق طبعا مع بعثه فريق النادي الاهلي، كان في استقبالهم بيتسو موسيماني كابيلو طبعا مخطط الاحمال الجهاز الفني بالكامل. الحقيقه يمكن اول لاعب محمد شريف طبعا اللي يمكن راح له بيتسو موسيماني وحفزه بشكل كبير جدا وقال له لازم تركز في القادم، كره القدم فيها اكتر من كده، يعقوب على طول عمرو السوليه، ويمكن عمرو السوليه الحقيقه اللي بنحييه وبنشيد بادائه الكبير جدا، قائد بمعنى الكلمه الحقيقه. ويمكن ما يميز النادي الاهلي ان احنا عندنا كوكبه من كباتن الفريق، يعني يمكن كل فريق بيكون فيه كابتن او اتنين، لكن احنا عندنا عدد كبير من كباتن الفريق، بنشوف عمرو السوليه، بنشوف ايمن اشرف، بنشوف ايضا كمان الشناوي، وليد سليمان، كل اللعيبه الحقيقه الكبار قيمه كبيره جدا جدا متواجده داخل النادي الاهلي، فيمكن دي فرصه ايجابيه جدا. الجانب النفسي شغال عليه الحقيقه بيتسو موسيماني من اول دقيقه، استقبل كل اللعيبه، حتى يمكن الشناوي كان عيد ميلاده امس طبعا، بنقول له طبعا كل سنه وانت طيب الشناوي، اول ما دخل طبعا فندق الاقامه يمكن بيتسو موسيماني حياه ويمكن غنوا له طبعا في حاجه لافته بسيطه جدا، لكن بيكون ليها مردود اكثر من رائع الحقيقه لكل اللعيبه القادمين. بغض النظر عن النتيجه لعيبه النادي الاهلي اجتهدت بشكل كبير جدا مع منتخبنا الوطني، لكن محتاج ان الدوافع تكون متجدده بشكل كبير، محتاج ان كل اللعيبه تخرج من الحاله اللي هم متواجدين فيها، اهدار ركله الجزاء او يمكن تحرز هدف في مرماك بيكون مؤثره بشكل كبير جدا على اللاعبين. الفنيات موجوده والاصرار موجود والجديه موجوده، لكن الجانب النفسي ده مهم جدا، وما يميز كابتن سعد عبد الحفيظ الحقيقه بقيمته الكبيره وبخبراته الكبيره والجهاز الفني ده اللي شغالين عليه الحقيقه. ايضا كمان لعيبه النادي الاهلي استقبلت علي معلول واستقبلت بدر بنون واستقبلت كل لاعبين طبعا لاعبين المنتخب بكل ترحاب وبكل حب طبعا، لان الامر ده مهم جدا، اللاعبين لما بتطلع كل اللعيبه من المود ومن الشكل العام اللي هم متواجدين فيه ده امر بيكون مهم مع الجهاز الفني، فيمكن ده ما يميز النادي الاهلي في هذا الامر، امر مهم جدا طبعا بالنسبه للجانب النفسي والجانب البدني. الجانب البدني طبعا مجهود كبير، ويمكن زي ما بقول لك طبعا زميلتي هواند
الفند ده مجهود هيكون كبير جدا على الجهاز الطبي وطبعا اخصائيين التاهيل المتواجدين طبعا مع بعثه فريق النادي الاهلي. كل الامور دي طبعا هبان في تدريب الغد، لان النهارده هي جرعه تدريبيه هتكون بسيطه جدا لكل اللاعبين اللي شاركوا في المجهود الكبير خلال الايام الماضيه، لكن ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تتخطى لعيب المنتخب تحديدا لعيب منتخبنا الوطني وعلي معلول تتخطى طبعا كل الظروف اللي حصلت وكاس العرب ده نقفل صفحته تماما، لان احنا عندنا بطوله مهمه جدا. جمهور النادي الاهلي منتظر بشكل كبير جدا ان احنا نرفع الكاس في الدوحه زي ما رفعناه في النسخه الماضيه، وان شاء الله باذن الله التحفيز الكبير والاشادات الكبيره اللي بتكون من جمهور النادي الاهلي. انت عارفه زميلتي نهاوند بعض اللعيبه طبعا او كل اللعيبه الحقيقه بتتابع وبتشوف الفيسبوك والانستجرام بتشوف الكومنتات وبتشوف التعليقات. جمهور النادي الاهلي ايجابي جدا، جمهور النادي الاهلي عارف يعني ايه لعيبه النادي الاهلي طالعه من بطوله داخله في بطوله، فلازم يكون في دور كبير نفسي جدا. فالجمهور ومجلس الاداره الجهاز الفني اللاعبين قايمين بدور كبير جدا مع كل اللعيبه القادمين من منتخبنا الوطني، وان شاء الله باذن الله الجانب ده يكون ليه تاثير كبير وتنتهي بقى الصفحه تماما ونبدا نفكر بشكل كبير جدا بجديه اللعيبه وباصرارها ان احنا ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء 90 دقيقه تكون من النار زي ما بيقول جمهور النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي كعادته طبعا هتافه الكبير وتحفيزه الكبير يكون ليه مردود على لعيبه النادي الاهلي مع التحضيرات الفنيه المنتظرينها الحقيقه من بيتسو موسيماني. واضح التركيز، واضح كمان ان الراجل قاري بشكل كبير جدا فريق الرجاء، الهايلايتس بيتفرج عليه بشكل مستمر، بيوزع على اللاعبين ايضا كمان بعض الفقرات لان كل واحد عايز يعرف دوره، الثغرات، نقاط القوه والضعف، ازاي الجيم هيكون متواجد. بدري بنون ايضا كمان عليه دور كبير جدا لان هو طبعا كان كابتن فريق الرجاء المغربي، فيمكن الحاجات الصغيره دي بتفرق بشكل كبير، يقعد مع اللعيبه يتكلم مين بيشترك بشكل قوي، مين بيلتحم. الامور دي ان شاء الله باذن الله والمناخ اللي احنا عايشينه باذن الله ان شاء الله ينعكس على فريق النادي الاهلي يوم الاربعاء ان شاء الله. كده احنا لسه اسئلتنا ما خلصتش، معلش يا كريم، يعني كريم عنده برضه لا مش سؤال، يعني انا في بس يعني استحسان كويس ان حصلت اللقطه او اللفته بتاعه الاحتفال بعيد ميلاد محمد الشناوي، لان احنا كنا متخيلين ان انعكاسات نتيجة لقاء مصر مع قطر هتنعكس بالسلب على الحالة المزاجية العامة لكل المنتخب طبعا وبصفة خاصة، وده اللي يهمنا لعيبة النادي الأهلي إلى أي درجة هم داخلين بقى عشان يدخلوا في المود بتاع لقاء السوبر الإفريقي. أنا بتكلم ده تحديدا على لعيبة النادي الأهلي اللي كانوا مشاركين مع المنتخب، يعني شفت طبعا إيه منهم، شفت إيه عليهم بعد لقاء مصر وقطر؟ يمكن الحقيقه القيمه الكبيره للاعيبه النادي الاهلي تحديدا، انت عارف طبعا يعني كل نجوم النادي الاهلي عارفين اهميه المرحله وعارفين اهميه المباراه. السوبر الافريقي هي مباراه واحده وليس اكثر من مباراه، فمحتاجه لتركيز يكون كبير جدا. اكيد بالتاكيد لعيبه متاثره بشكل كبير طبعا منتخبنا الوطني، لكن لازم نقفل الصفحه تماما. لعيبه النادي الاهلي، كابتن فريق النادي الاهلي الشناوي، السولية، وليد سليمان، ايمن اشرف، كل اللعيبه دي الحقيقه تتكلم مع بعض وعارفه اهميه المرحله، لابد تغلق الصفحه تماما. مجرد وصلنا طبعا زميلي كريم زي ما باكد لك الى فندق الاقامه، استقبال اللاعبين واستقبال الجهاز الفني للنادي الاهلي ده خلاص يمكن ادى مردود لعيبه النادي الاهلي ان انت لازم يكون عندك دوافع كبيره جدا. الرغبه موجوده وده اللي معروف عن لعيبه النادي الاهلي، لكن الدوافع تجدد بشكل كبير، تركيزنا يكون بشكل اكبر. باكد لك وبقول لك على هذا الامر القامات الكبيره اللي عندنا طبعا، ويمكن النقطه اللي انا اكدت عليها اكتر مره، احنا عندنا اكتر من كابتن فريق بقيمه كبيره جدا، ده مش موجود غير في النادي الاهلي. الامر ده يمكن بينعكس بشكل كبير على اللاعبين ومردوده على جمهور النادي الاهلي بيكون اكبر. حاله اللاعبين ان شاء الله باذن الله تكون جيده جدا، منتظرين كل لعيبتنا طبعا من منتخبنا الوطني نشوفها على ارض الواقع في الملعب، نشوف التدريبات، نشوف الامور ماشيه ازاي، لكن التركيز والرغبه والاصرار ده موجود، لكن هي الحاله البدنيه اللي بناكد عليها، لان ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه وتحديدا الايام القادمه يظهر كل اللاعبين بمستوى جيد جدا، وان شاء الله باذن الله تترك بقى الامور الفنيه لبيتسو موسيماني اللي ان شاء الله باذن الله يكون مميز جدا في اختيار التشكيل، قيادته الفنيه من خارج الخطوط تكون اكثر من رائعه، ويتبقى بقى مجهود جمهور النادي الاهلي الكبير وتحفيزه الاكبر ان شاء الله وهتافه اللي بيهز المدرجات ان شاء الله، ان شاء الله يكون ليه مردود كبير جدا على النادي. بسم الرحمن، يعني للاسف الشديد المنتخب ما فرحناش قوي، بس احنا مستنيين ان الاهلي هو اللي يفرحنا. كل الشكر ليك زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي الموجود في الدوحه. طبعا تغطيتنا مستمره على قناه طبعا الاهلي للبرامج اللي جايه ولغايه كمان يوم الاربعاء، والتغطيه مع حضراتكم طبعا للماتش وغيره. طيب خلينا برضو نتكلم كريم، لان كريم قال نقاط مهمه، ويمكن اهم نقطه انا بالنسبه لي فكره هنا العوده مره تانية والانسجام مره تانية والمود انه يرجع مره تانية. الناس كتير قوي اتكلمت، انا ليش ذكرت محمد شريف وقفشه، لان الكلام كان ان اكتر اتنين كانوا اندر ستريس، اكتر طبعا اتنين يعني مش هقول ظلموا ولكن ما حصلوش على اللي ما يستحقوه. فبرضو انت بتتكلم على بلاي ميكر عظيم جدا، بلاي ميكر بيلعب ديفندر، وبتتكلم عن مهاجم مصر بيلعب وينج، ف
وبعدين خلي بالك الهارموني بينهم عظيمه جدا، بس احنا ما شفناش ده يعني للاسف مع ماتشات المنتخب. ده يرجعنا تاني لنفس النقطه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه برضو، موضوع تمركز اللعيبه في الاماكن اللي هم بيبدعوا ويتالقوا فيها. دي من ضمن النقاط الحقيقه اللي جديره بان احنا يعني نتناولها بالتحليل، ونتمنى ان ده ما يحصلش الفتره الجايه عشان ما نرجعش برضو تاني يعني ايه بنجر زيول الخيبه زي ما بيقولوا، لان للاسف الشديد كان توقعاتنا اعلى بكتير واكبر بكتير من الاداء اللي شفناه، وبطبيعه الحال النتيجه اللي رست عليها الامور في النهايه. انا بتفق معاك جدا. على كل حال احنا لسه يعني عندنا كلام كتير نقوله. هل التليفون جائز دلوقتي؟ طيب خلينا ناخد على التليفون الاستاذ علاء عزت الناقد الرياضي العزيز. يا استاذ علاء صباح الفل على حضرتك طبعا في البدايه. صباح الفل عليك استاذ الهواند، تحياتي لحضرتك وتحياتي للكابتن كريم، اهلا وسهلا بيكم وتحياتي لكل مشاهدي النادي الاهلي في كل مكان. وزي اهلا بحضرتك، وهتنورنا بقى هنا مره يعني لازم، هنستناك وخليك ان شاء الله. بيشرفني ان شاء الله. في يعني ملفات وفي كلام كتير قوي، معلش لو هتسمح لي انا هبدا مع حضرتك بالمنتخب، لان احنا يعني النهارده صاحيين كنا فاكرين ان احنا هنصحى الى حد ما في مود احسن، توقعات كانت احسن بكتير، ولكن اللي حصل ان انت مركز رابع، بتشوف فين الاخفاق يا استاذ علاء؟ بالتاكيد الاخفاق كان صدمه كبيره جدا للجماهير، وهو ده كان المحاذير والمخاوف. انا كان اكثر شيء بيقلقني من عمليه التجارب اللي كان بيقوم بها مستر كروش هي فقد ثقه الجماهير في المنتخب الوطني، وده للاسف شيء حصل امبارح. وانا كنت كل قلقي ان الفاصل الزمني بين البطوله كاس العرب وبطوله كاس الامم الافريقيه ايام، يعني اقل من 20 يوم، فبالتالي فقد الثقه ده شيء سلبي جدا. المنتخب يسافر يروح يلعب بطوله كبيره والجماهير فقد الثقه، الاعلام فقد الثقه في الـ في الـ في الـ في الجهاز الفني، فقد الثقه في عدد كبير من اللاعبين. فده المحاذير الاولى، ان كثر التجارب ممكن تؤدي نتائج عكسيه، وبالتالي الجماهير تفقد الثقه، وده اللي حصل امبارح للاسف الشديد. كمان جت مباراه تونس والجزائر في النهائي، والناس قعدت تقارن ان دي كانت بطوله محليين تقريبا، يعني زي بطوله افريقيا المحليين. الناس شافت مستوى الجزائر ومستوى تونس وقعدوا يعملوا مقارنات كثيره جدا، اكتشفوا ان احنا اقل بكثير جدا من منتخب الجزائر ومنتخب تونس، فالاحباط زاد اكثر. يعني يمكن حتى الاداء المباراه نفسها الناس كلها كانت كله عمال يقارن بين اداء تونس واداء الجزائر في النهائي واداء منتخب مصر سواء في مباراه المركز الثالث او في المباراه السابقه، فبالتالي كان في احباط، فعلا كان في احباط عند الجماهير بشكل كبير جدا. الاحباط الجماهيري ده شجع الاعلام بشكل كبير جدا، كل المنصات الاعلاميه والبرامج الرياضيه امبارح كلها استمدت من احباط الجماهير فرصه ان كانت للهجوم على كروش والجهاز الفني المعاون، والحديث ابتدى في الكواليس عن وجود خلافات وعن وجود صحيح. ازمات داخل معسكر المنتخب. صحيح ده اتقال فعلا، وعايز اقول لحضرتك كمان يعني من الحاجات اللي اتكتبت مطالبات باقاله كيراش والاتيان تحديدا، بقى انا هذكر هنا اسماء بحسام حسن وحاجات زي كده، وصل الموضوع يعني مع ان برضو لحضرتك تقول لي النقطه دي يا استاذ علاء، في الاول قبل ما نبدا بطوله كاس العرب الناس كلها كانت فاهمه، وحتى كانت بتتداول ما بينها ان دي يعني بطوله وتجربه، واحنا عايزين نشوف كيراش هيوصل في النهايه للقايمه ازاي، ان هو بيدخل عناصر جديده، يعني الناس كان عندها تقبل لهذه الفكره. بعد كده بمرور الماتشات ابتدت الناس تقول لا انا مش عايز الموضوع يبقى تجربه وخلاص، انا عايز اكسب، انا عايز احصل على البطوله. حتى كان في ناس من منتخبات اخرى كانت بتتحدث ان المنتخب مصر هو يمكن الاقرب للفوز بالبطوله، لكن ما حصل او ما صار على ارض الواقع تماما غير كده. هو ده بالفعل حصل نتيجه تغير مفهوم والمنظور للبطوله العربيه. الناس كلها كانت فاهمه ان البطوله العربيه مجرد بطوله وديه، بطوله سهله جدا، بطوله في المتناول لمنتخب مصر، المنافسين رايحين يعملوها بطوله شرفيه، اي منتخبات شمال افريقيا مش مهتميه بيها، كل مركز على بطوله كاس الامم الافريقيه، المنتخبات العربيه منتخبات اسيا الاعلان عن لما في البدايه اعلنوا ان المنتخب السعوديه رايح بمنتخب الرديف، الاعلان عن ان منتخب المغرب هيروح بدون لعيبته الاساسيه، ولاعيبه تونس عندهم ازمات ومشاكل، كل ده عطى انطباع للجماهير قبل انطلاق البطوله ان دي بطوله وديه في المتناول صح. وبطوله سهله جدا 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 جدا. على ارض الواقع شفنا بطوله مختلفه تماما تماما تماما، يعني الحضور الجماهيري يمكن ده شويه اللي خلى البطوله تنجح جدا 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 اعلاميا، التحكيم كمان عنصر التحكيم اللي بيجيب صفوه حكام العالم، وللاسف الشديد المدرب الوحيد ما بين 16 منتخب الوحيد اللي اتكلم عن التحكيم هو كروش فقط،
ما فيش ولا مدير فني بعد اي مباراه، حتى المنتخبات اللي خسرت هزائم ثقيله ما حدش منهم طلع علق على اي حكم مباراه الا كروش بس، الوحيد اللي اتكلم على التحكيم مرتين بعد الهزيمه من تونس وبعد الهزيمه امبارح من منتخب قطر. بس المختلف تماما على حد تعبيرك يا استاذ علاء، يعني بالنسبه لمستويات الفرق المنافسه كلها عند توقعات الناس، عند حسن ظن جماهيرهم بيهم، لكن اللي جاء مختلفا تماما اعتقد هو اداء منتخبنا احنا، ولا انت ايه رايك؟ لا هم يعني الناس كلها كانت رهان، يعني حتى يعني الجزائر الناس كلها كانت بتراهن على الجزائر على 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 خلفيه انتصارات الجزائر، على خلفيه حاله الانسجام، لكن 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 على المعيار الفني كان كله حاطط منتخب مصر مع الجزائر في كفه واحده في النهائي يعني، وكان توقعاتنا احنا افضل من تونس وافضل من المغرب وافضل من المنتخبات كلها، فكل الناس رايحه على ان مصر هتكون ليها الافضليه وهتوصل المباراه النهائيه مع الجزائر وهيكون لنا احنا الافضليه في النهايه، لان الجزائر يعني احنا منتخبنا يعني المنتخب قوام المنتخب الوطني بتاعنا اساسه من المحليين عكس منتخب الجزائر، منتخب الجزائر القوام الاعظم من المحترفين، فبالتالي احنا شفنا فرصه ان احنا منتخبنا هيلعب ناقص لاعب او لاعبين مهمين جدا زي محمد صلاح والنني بس، ومنتخب الجزائر هيكون فاقد مثلا حوالي 18 لعيب، فبالتالي كانت افضليه لينا، فاحنا رحنا شاركنا في البطوله دي على 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 الاساس ده، وعلى اساس ان دي بطوله مش هيكون فيها حضور جماهيري متوقع، هيكون التحكيم فيها عادي جدا زي اي بطوله عاديه، الملاعب هيكون في ضغط على ارضيه الملاعب، الاعلام مش هيكون مهتم بالبطوله، يعني البطوله يعني ممكن تكون سريه شويه يهتموا بيها شويه، لكن على ارض الواقع لا احنا شفنا بطوله يعني امبارح كل الناس كانت بتتكلم على النهائي امبارح ده نهائي كاس الامم الافريقيه مش نهائي بطوله صحيح عربيه. صحيح ده حقيقي فعلا استاذ علاء. على كل حال يعني ما زلت بدعو حضرتك تنورنا ان شاء الله هنا ونتكلم بقى بشكل اكثر تفصيلا مع حضرتك في نقاط عديده، شكرا ليك جدا على هذه المداخله. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نستقبل كابتن أسامة عرابي نجم النادي الاهلي السابق اللي هنتكلم معاه في المزيد من التفاصيل، خليكم معانا. ونورنا كابتن أسامة عرابي اخيرا في الاستوديو. صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا كابتن؟ سعداء بوجودك معانا كابتن أسامة، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، اهلا وسهلا بيك. الحمد لله. نبتدي معاك من نبدا منين؟ من فين؟ من الخيبه الثقيله ولا نبتدي من اللي جاي بقى ان شاء الله واللي بنتمنى اكيد انه يكون اصعب؟ براحتك اللي انت عايزه. نتكلم عن المنتخب وكيف رايت مباراه مصر وقطر وكيف رايت اداء المنتخب عموما حتى جيت الحق سواء في بطوله كاس العرب او حتى مرحله ما قبل، يعني من اول تولي كيروش للمسؤوليه. هو حتى الان هو طبعا بدايه كروش اسم كبير يعني ما نقدرش ننكر ده، بس هو حتى الان لسه ما استقرش على شكل الفرقه ودي خدت منه وقت طويل شويه، يعني المفروض كان الموضوع اقصر من كده لانه اللي حصل في ماتشات التصفيات، صحيح احنا صعدنا للمرحله النهائيه في التصفيات المؤهله لكاس العالم ناقص مباراتين بس ذهاب وعوده يعني، لكن حتى في مباراتين مباراه انجولا مباراتين ليبيا مباراه الجابون كل دوت الاداء ما كانش مظبوط، لكن وصلنا للنقطه اللي احنا عايزينها. جينا بقى في بطوله العرب هي دي اللي عليها علامه استفهام شويه في بعض الحاجات. اولا في لاعبين اكفأ حتى من غير اللعيبه المحترفين ومن غير لعيبه المصري والبيراميدز اللي هم بيلعبوا في البطولات الافريقيه، كان في بعض اللاعبين هنا كان ممكن يروحوا ياخدوا فرصه هناك، دي من وجهه نظري الشخصيه، يعني زي طارق حامد لعيب كبير ومفروض يبقى موجود، واحد زي محمد هاني، واحد زي حسين الشحات، واحد زي يعني في عناصر كتيره، اذا كنا قلنا واذا رمضان صبحي والمجموعه دي كانوا مع بيراميدز فما جوش، لكن برضو ما كانش مستدعى في ماتش الجابون هنا يعني. فهي دي اول نقطه. لما راح هناك في بعض المباريات ادينا فيها بشكل كويس زي الشوط الثاني في ماتش الجزائر، الثلث ساعه الاخيره او النص ساعه الاخيره في ماتش الاردن، لكن في المجمل ينفع كده كابتن كان في ما هو ينفع كده بنتكلم في ربع ساعه حلوين في ما هو الطولة. ما هو لا ما هو عشان هو خد عناصر من وجهه نظره ان هي هتضيف للمنتخب وبيعمل بعض اللاعبين في منهم كويسين جدا طبعًا. على فكره وفي منهم هيستمر يعني دي طبعًا. لا لا اكيد ما هو دي من الايجابيات في بعض صح. الناس مش كتير يعني لكن في بعض الناس ممكن يستمر، لكن هو بس هناك كان بيغير حتى في مراكز اللاعبين يعني دي نقطه تانية حتى غير الاختيار في بعض العناصر من وجهه نظري كانت تنضم
كان في تغيير كتير في مراكز اللاعبين. يعني مثلا نلاقي زيزو ناحيه الشمال، زيزو بيلعب اكتر ناحيه يمين وبيجيد فيها، مصطفى فتحي مثلا حتى في الماتش الاخير نزل بديل ناحيه في مباراه قطر الاخيره، نزل بديل في الجانب الشمال، مصطفى فتحي بيجيد تماما في اليمين وبيبقى خطورته كلها معظمها. يعني في لعيبه كتير بتقل لما بتغير مراكزها، مش شرط كل لعيب يقدر. ده الشناوي الوحيد اللي فضل في مركزه تقريبا يعني حاجه كده يعني. لا لا مش للدرجات يعني، واثنين كمان بالكتير. لا مش للدرجات يعني، محمد شريف مثلا اخيرا ماتش الاخير لعبه راس حربه كان بيلعب في الجناح اليمين الجناح الشمال، ما بقاش مرتاح حتى لو ادى طبعًا فيها طبعًا. هيدي مثلا 4 من 10 صحيح، لكن لما بيلعب في مكانه بيدي 8 من 10 او 9 من 10 او 7 من 10. ممكن حد يجي يقول ده حصل في المباراه الاخيره مع قطر وبرضه ما فزناش، يعني ده ممكن لا مش شرط. ما هو مش شرط عشان اعمل الصح ان انا اكسب، لكن في الاول لازم اعمل الصح. واحد زي محمد شريف هو لعب مباراه واحده لكن ما خدش فرصة كاملة، يعني ما خدش فرصة كاملة إن بيلعب هو الآن، يعني مش بيلعب إن هو مرتاح طبعًا. إن المدير الفني مديله الدعم وإنه يلعب في المكان ده. لا ده كان غايب بصراحة، يعني من مباراة ليبيا هنا، وفي معسكرات انضم فيها، في معسكرات ما انضمش فيها، ماتش مثلا الجابون لعب في الجناح اليمين، ماتش أيوة تاني أيوة لعب بالزبط. في الجناح الشمال، يعني تغيير مكانه حتى كتير. حتى أفشا لسه كنا بنتكلم، انت عندك بلاي ميكر وديته فين؟ عامله ديفندر ليه؟ يعني ما انا برضو عايز افهم انا شخصيا. ما هو بقى من وجهه نظره، ما انا بقول لك دي طول فيها، عشان كده انا اعتقد واكيد يعني انه المساعدين بيتكلموا معاه، بس هو ليه وجهه نظر، هو عايز يشوف بنفسه، بس خد فيها وقت طويل، يعني التجارب دي في تغيير المراكز اللاعبين وفي اختيارات بعض اللاعبين اللي كانت مفروض تروح خد فيها وقت طويل. البطولة دي فيها إيجابيات، من إيجابياتها إنك إن هو لعب فترة مجمعة يعني شبه الأمم صح. الإفريقية اللي جاية صح. فدي يعني نفس الجو إنك بتلعب كل 3-4 أيام مباراة بطولة مجمعة. أنت من فترة طويلة المنتخب المصري عمره ما كان يتجمع لمدة 20 يوم او 25 يوم حتى مع المدربين السابقين، يعني هو خد فتره كويسه قاعد مع اللعيبه في معسكر يومي شايفهم بيلعب ماتشات رسميه، فدي برضو من الايجابيات اللي في البطوله عشان يستفيد منها في الامم الافريقيه. في لعيبه اكتسبت خبره اكتر زي حمدي فتحي، زي احمد ابو الفتوح، زي اكرم توفيق، اللعيبه اللي هي فعلا يعني ليها ثقل وممكن تضيف للمنتخب وخدت عدد ماتشات دوليه كويس. بس انا ما قلت لك اكتر نقطتين كان الواحد يعني شايف من وجهه نظره من بعيد كده، تغيير مراكز اللاعبين وكتير في سواء في بدايه التشكيل او في اثناء المباراه. ده بيحصل ولكن كانت كتيره. اعطاء فرصه لبعض اللاعبين، ومش لازم نذكر اسامي عشان ما تتخذش بيرسون، بس اعطاء فرصه لبعض اللاعبين اللي لم يؤدوا بشكل يعني متوقع على الارض، ولكن استمراريه كمان تمسكه بيهم. خلي بال حضرتك من حاجه، ده ممكن يضر اللاعب نفسه. انا طبعا. لما اصر على لاعب انا ممكن اكون بضره بهذه الثقه اللي هو لا يستحقها مثلا في اللحظه دي. مظبوط، دي نقطه مهمه، انه احيانا حتى لو انا عندي قناعه بحد ولعبته واديته فرصه معقوله، مش شرط اقعد اضغط عليها لغايه لما الجمهور والنقاد وللاسف حصل او اللي هم محللين في سواء لعيبه قدام او صحفيين او كده او اعلاميين، يعني يبقوا خلاص انك هتعمل كويس او وحش، انت خلاص الناس قفلت شويه من هذا اللاعب او ده او اللاعب دوت او اللاعب ده. فهي نقطه فعلا مهمه، انه في وقت معين انا اديت فرصه اريح شويه والاعب حد تاني بالظبط. فهي النقطه انه المهمه، يعني انه في ناس ممكن تكمل مع المنتخب ولكن في مرحله لاحقه جايه، لكن كان في ناس اكفأ واكثر خبره واكثر خبره دوليه واكثر خبره حتى في مش ضروري حتى على مستوى المنتخب مع انديه زي الاهلي والزمالك في البطولات الافريقيه. يعني اديتك مثال مثلا واحد زي محمد هاني كان ممكن ياخد فرصه في الباك رايت، واحد زي طبعا طارق حامد لعيب كبير واسم كبير، واحد زي رمضان صبحي، واحد زي يعني في اسامي كتيره انا مش يعني
شحات. احنا بس عايزين قبل ما الوقت يسرقنا نروح بقى معاك لملف النادي الاهلي وتحديدا لقاء الاهلي والرجاء. ماشي. بس اخيرا عشان اقفل موضوع المنتخب، هي تجربه مفروض ان احنا نستفاد منها، فيها ايجابياتها وفيها سلبياتها، ونتمنى الاخطاء دي في الامم الافريقيه ان شاء الله ما تحصلش. مفيش بقى الرفاهيه بتاعت خالص كاس بطوله كاس العرب خلاص. يعني هيبتدي يحاسب كيروش بالمرصاد زي ما بيتقال، لان الناس نفسها مش هتقبل. لا يعني وخد الفتره الكافيه انه شاف بقى مين الاصلح ومين اللي ينفع دلوقتي ومين اللي ما ينفعش دلوقتي ومين اللي في مرحله جايه. فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الامم الافريقيه الجايه. يعني بالنسبه طبعا ماتش الرجاء اكيد مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي، مباراه واحده ببطوله. يعني صحيح اهميتها ما بتبقاش زي البطوله نفسها الافريقيه او دوري، ولكنها بطوله في بطوله في الاخر، رغم ان هي مباراه واحده زي السوبر المصري مثلا او كده. اعتقد انه استعداد النادي الاهلي كويس. مستر موسيماني يعني الفتره الاخيره في الدوري النادي الاهلي كان بيأدي فيها بشكل كويس، لعب اكتر من مباراه وديه بيجهز اللعيبه، ولكن هي شويه العقبه اللي هتقابلنا بعض اللاعبين اجهدوا في البطوله العربيه دي حقيقه. يعني نستبعد الشناوي لانه حارس مرمى، رغم ان هو جاله تعب في العضله الخلفيه، ولكن حارس المرمى الجهد اللي عليه في الكميات الجري وكده مش زي اللعيبه اللي في الملعب. فيعني ان شاء الله دي محلوله. هي بس واضحه جدا في المباراه الاخيره في عمرو السوليه وحمدي فتحي. حمدي فتحي اكتر من مباراه اشتكى بتقلصات او في سواء في السمانه او في العضله الخلفيه، وكان في متوقع انه ما يلعبش مباراه اللي قبل الاخيره بتاعت قطر، لكن لعب وتحمل على نفسه ولعب في المباراه الاخيره. بس واضح انه تتالي المباريات، ست مباريات في حوالي 18 19 يوم، ده عبء حمل كبير جدا. صحيح. والمباراه الجايه يوم الاربعاء، يعني خلاص ثلاث ايام. طب فهي بس عمرو السوليه وحمدي فتحي، اتمنى ان شاء الله انه الجهاز الطبي طبعا والمعد اللي هنعرف خلال يعني ساعات ان شاء الله. لا هم هيلعبوا ان شاء الله، بس يعني اقصد ياخدوا الراحه الكافيه عشان يستعيدوا قوتهم عشان يستعيدوا الاستشفاء بتاعهم، عشان يبقوا بكامل قوتهم اثناء اللقاء، لان دي نقطه مهمه جدا. وكانت واضحه على لعيبه مصر ولعيبه قطر في المباراه الاخيره، تحس في تعب يعني واضح. يعني انا بتفق مع حضرتك، والاستشفاء كمان هنتكلم عن لاعبتنا الدوليين تحديدا. الاستشفاء البدني مهم، ولكن الاستشفاء النفسي برضو نقطه يمكن اتكلمنا فيها مع مراسلنا كريم احمد، بس برضو ده كلام قيل ان البعض من اللعيبه الثقه عندهم قلت. انا مش بتكلم عن الاهلي تحديدا، الثقه قلت عند بعض اللاعبين. ده الشق بقى السلبي اللي احنا طلعنا بيه، او الاوتكم السلبي اللي طلعنا بيه من يعني المباريات او البطوله. فده امر واقع للاسف الشديد، نتمنى الاستشفاء منه برضو كتير. لا ان شاء الله، يعني لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره في الموضوع. طبعا. ده ياما بيحصل انك منتخب او نادي بيخش بطوله ويخسر، لكن او ما ياخدش الخساره اللي حصل. انا بتكلم عن الحاجات اللي حصلت. لا لا يعني. لا ان شاء الله يعني يعدوا منها. واحد زي شريف ان شاء الله يقدر يثبت ان هو جدير انه يمثل المنتخب المصري في مركز راس الحربه في المباراه الجايه ان شاء الله. اكرم توفيق لعب 3-4 ماتشات، يعني برده خد راحات كويسه، لانه عمر كمان لعب مكانه في ماتشين، فممكن يكون مرتاح اكتر والمباراه الاخيره. لكن انا بقى اكتر اثنين هم عشان لعبوا معظم الماتشات، السوليه وحمدي، اتمنى يكونوا في كامل طاقتهم البدنيه، لكن نفسيا ان شاء الله يعني نقدر نخرج منها يعني. ان شاء الله. نورتنا يا كابتن عرابي، شكرا لوجودك معانا. اشوفك على خير ان شاء الله. بشكرك على وجودك معانا، والشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقه النهارده. بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح. الى اللقاء.